وانت لسه كنت لسه في طالب متخرج ماشي، وتقدم لواحده ويجي مثلا حد ويقول لك خد 2000 جنيه وسيبك من الجوازه دي ماشي، هل ده شيء طبيعي؟ هل شيء طبيعي مثلا انت ممكن تكون مرتبط بواحده عاطفيا ويجي عريس معلب من الخارج مثلا من اي بلد ويتجوزها لانه دفع مهر وانت كانسان لسه متخرج جديد ما عندكش ماشي؟ فقبل ما تلوموا الناس على هي سلوكها بقى ايه، وقبل ما تلوموا الناس ان في بنت او ولد او في بنت محتاجه انها تحس باهتمام 100 واحد او ولد محتاج يحس ان هو بيكلم في بنت وبيحبها، لوموا المجتمع اللي ما بيسمحش الناس انها تحقق ابسط احلام حياتها. ده ما فيش حد عارف يرتبط بانسانه اللي هو بيحبها، يعني انا ما بقولش يعني حاجه، انت مش من حقك تحب اصلا، انت مش من حقك تتكلم اصلا، ده مرفوض في مجتمعنا، والقادرين بس هم اللي بيتجوزوا. ومش كل شاب متخرج النهارده ابوه يقدر يجيب له شقه في مساكن فين ولا يجيب له وظيفه بواسطه فين عشان يقدر يعيش حياه عاطفيه طبيعيه. فمعلش احنا من جوانا كلنا عندنا مشاكل، كلنا مرينا بازمات، شكلنا وحش كعامه الشعب، واحنا مثلا واحد بيكلم واحد بيقول لها بحبك وحد بيسرب له، اه صحيح منظر وحش، لكن صحيح مش منظر وحش انك انت تبقى بتحب واحده ويجي عريس معلب عشان معاه فلوس اكتر ويتجوزها، وفي ظرف اسبوعين يخطبها ويتجوزها وانت مثلا بتحبها وهي بتحبك بقالها سنين وانها تروح منك، لكن ده ما بيأذيش مشاعر الناس ماشي. فانا مش عارف انهي اللي زعل اكتر، اللي احنا بنكسر الف ملايين الشباب في بلدنا قلبهم بيتكسر بسبب عادات وتقاليد، بقى الجواز عندنا سوء، ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. فقبل ما تلوموا على اي حد بجد، لوموا على المجتمع بتاعنا ده اللي هو اي حد معاه فلوس، اي حد وانا بقول يقدر يتجوز اي واحده. لا مش عيب في بلدنا انك عمرك 62 سنه تتجوز واحده 25 سنه، ايه المشكله؟ انت مقتدر، روح واتجوز واحده واثنين وثلاثه، ما فيش اي حد عنده اي مشكله. ايه المشكله واحده انت شفتها اول امبارح في الصالون عرفك عليها حد ولا حد، بعد اسبوعين تبقوا متجوزين وكاتبين الكتاب؟ فين الكلام ده بيحصل؟ في اي بلد في الدنيا الكلام ده بيحصل؟ بس بيحصل عندنا، وده بقى اسوأ من التسريبات واسوأ من اللي بيحب واحده واسوأ من كل الكلام ده. فنظري انا ليه بقى اسوأ؟ ليه هتقول لي اسوأ؟ ليه؟ صحيح انت بتشوف الجوازه دي في الفرح والناس لابسه ابيض واسود والصور والكلام ده، لكن ما بتشوفش البنت دي بعد شهرين او 3 شهور ولا عام تبقى عامله ازاي؟ ما بتشوفش هي بتحس بايه؟ ما بتشوفش الاطفال اللي بيطلعوا من الجوازه دي بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ بس وهو ده مش من حياة المجتمع اللي الأسرة. احنا بقينا فيه؟ هو ده اللي احنا هو ده المجتمع اللي احنا عامل فيه، المجتمع الممزق اللي احنا عاملين فيه. فانا رايي التسريب الحقيقي والفضيحه الحقيقيه هي العادات والتقاليد اللي حولت الجواز والحب والارتباط لكل ده لتجاره وسلعه مقننه ماشي، وان الشباب اصبح غير قادر على شراء السلعه بتاعتكو دي. خلينا نكون واضحين، بس دي سلعه وبقت للمقتدرين وبس، والناس بقى ما عندهاش انها تشتريها مع والله الاسف. انا والله يا دكتور، اسف اني بصدم الناس لا بالكلام لا ده. لا معاك حق، معاك حق والله، بس عايز اقول لك الكلام معاك شيق جدا. يعني بدأنا كان الموضوع عن الابراج والبحث العلمي وازمه كورونا اللي ما احنا هو نفس بنعيشها، الكلام، وصلنا للجواز. ما هو نفس الكلام، ما هو نفس الناس اللي بتؤمن بالابراج دي هم بتوع جواز الصالونات، هم المؤمنين ان ما فيش فيروس في كورونا. هي نفس الفئه اللي مؤمنه ان كل شيء في حياتنا ماشي بقواعد اللي ورانا، مش ماشي بالعلم اللي بيبص لك لقدام. كل شيء غير قابل للدراسه، كل شيء احنا بنشوف الناس يعني بنمشي كده في عنين. هي نفس الفئه، نفس الفئه، ومع الاسف الفئه دي النهارده، الفئه دي النهارده هي اللي متصدر المشهد. تتحمل اللي احنا فيه. شكرا يا دكتور والله.